ما نبدأ الفيديو عايزة اقول لكل الامهات ان انتي لو عايزة فعلا تجيبي حاجة تريحك وتريح البيبي وفعلا يعني تبقى اول مرحلة تعدي كده بسلام وانتي مرتاحة انتي والبيبي، يعني لو هتحطي فلوسك في حاجة يعني استثمري في الباونسر او المرجحة الكهرباء. طبعا هم اسعارهم اللي هي مش يعني مش قليلين، وعندنا في المعرض مش غاليين زي في الاسعار اللي في المحلات وفي الصيدليات. بس فعلا لو انتي محوشة مبلغ عايزة تستثمري وتجيبي حاجة تريحك وتريح البيبي، او ممكن الناس طبعا بتقولك العيلة او الاصحاب نجيب لك هدية ايه ان شاء الله لو كل اتنين يشتركوا ويجيبوا يا باونسر يا سوينج اللي هي المرجحة الكهرباء، او كل تلاتة من اصحابك او من عيلتك، بجد بجد هتريحك. اعملي سيرش عليهم على الباونسرز او على السوينج، سواء على الفيسبوك في جروبات الامهات على الفيسبوك او على جوجل، هتلاقي ريفيوز بتاعته كل الناس والامهات بتشكر فيه جدا جدا. انتي بتبقي لسه قايمة من مرحلة الولادة ويعني تعبانة مش قادرة عايزة تنامي عايزة تريحي، انت واحدة قايمة من عملية وفي نفس الوقت البيبي طالع من بطنك عمال يعيط يعيط وما بينامش ومواعيد نومه ملخبطة، وانت الصبح مع اهلك وعيلتك بيصحوا الصبح والبيبي بيصحى بالليل وانت ما بتبقيش عارفة تنامي. ففعلا الموضوع بيبقى صعب جدا خصوصا اول 5 6 شهور. فاستثمري فلوسك ان انتي تجيبي يا باونسر يا سوينج كهرباء، او لو طبعا لازم بيجيلك هدايا قولي للناس اللي بتجيبها لك، مفيش اي حاجة مفيش اي مشكلة، كله اصلا بيسأل الافضل انه يسأل الام انتي محتاجة ايه، ان شاء الله 2 3 يشتركوا ويجيبهولك، بجد هيريحك وهيفرحك. شوفي ريفيوز على الجروبس الفيسبوك وعلى جوجل هتلاقي كل الامهات بترشحه يعني بترشحه لكل الامهات انها تجيبه. اهلا بيكم فيديو جديد من فيديوهاتي، انا معاكم لينا رؤوف في قناتي، بعمل فيديوهات كتيره ريفيوهات عن البرودكتس والمنتجات وعن حاجات تانية كتير. فلو لسه ما اشتركتوش في القناه انزلوا دلوقتي حالا، دوسوا على زرار الاشتراك وفعلوا زرار الجرس علشان ما يفوتكمش فيديوهات وريفيوهات لحاجات كتيره جميله هتفيدكم وتعجبكم. النهارده ريفيو عن الباونسرز باسعارها في معرض لينا بيبي ستور والخصومات كمان اللي موجوده عليها. هوريكم الباونسرز والسوينجز اللي هي المراجيح اللي بالكهرباء للمواليد ولغاية سن 2 و3 سنين، وكمان الباونسرز المستلة بأشهر الماركات. الحاجات اللي هي عامة الفيديو النهاردة عن الباونسرز والحاجات اللي بتتحرك بميوزيك وفايبريشن للبيبيهات من أول يوم ولادة ولغاية سن 3 سنين. أول باونسر هنتكلم عنه الباونسر الكودي بيبي، ده عليه خصم نازل ب 595 بدل 645. في منه لونين، في اللون البينك واللون البيستاش، ده نازل عليهم خصم 595. ده طبعا بيبقى بميوزك وفايبريشن وبيبقى مناسب من اول يوم ولادة ولغاية سن سنة، يعني سنة 11 شهر حسب بقى وزن وحجم البيبي. اوكي طبعا ناس كتيره بتاخده كهدايا بيعجبهم لان سعره طبعا بالنسبه للي موجود في السوق، يعني هو بيتباع في المحلات وفي الصيدليات بيتباع هو ده ب 850 جنيه، اللي هو ده اللي هو لغايه سن سنه او سنه وشهر او سنه وشهرين، طبعا بيختلف حسب حجم البيبي. بار الالعاب ده بيبقى فيه ميوزك وفايبريشن وهو بيتهز بحركة البيبي، يعني البيبي يفرح او يزعل يهز رجله او ايده فالباونسر يتهز بحركته، والزرار اللي تحت ده بتاع الفايبريشن بندوس عليه بتاع الفايبريشن. طبعا ميزة فيه ان الميوزك والفايبريشن منفصلين عن بعض، لان في باونسرز بتبقى الميوزك والفايبريشن بزرار واحد، فاحنا ممكن مثلا نبقى عايزين نشغل الميوزك من غير ما نشغل فايبريشن، او نشغل فايبريشن من غير ميوزك. الفايبريشن بقى دي بتبقى equivalent لهزهزة العربية، يعني ايه؟ يعني مش احنا مثلا بيبي وهو معانا
معروف، بنروح جايين راكبين العربية، نركب العربية البيبي بينام، أول ما العربية تتحرك البيبي بينام، الفايبريشن اللي في الباونسرز بتبقى equivalent لحركة العربية، أنا كأن البيبي ركب العربية فبتهديه وينام. البيبي عنده مغص، عنده غازات، متضايق، بيبقى طول الوقت بيعيط، فبنشغله الفايبريشن كأنه ركب عربية واتحركت، بيبتدي يهدى وينام. ده أول باونسرز اللي هي عليها خصم 595 بدل 645، بتتباع هي في الصيدليات وفي المحلات ب 800 جنيه وب 850 جنيه. تاني موديل من الباونسرز اللي هي الباونسرز اللي لغاية سن 3 سنين، اللي هي لغاية 18 كيلو، في منها ماركة فيشر برايس وفي منها ماركة اي بيبي. الاتنين طبعا بيبقوا لغاية سن 3 سنين، فيهم الميوزك والفايبريشن برضو، ادي ده زرار الفايبريشن وبار الالعاب اللي بيعمل ميوزك، بنشد اللعبة اللي في النص بتعمل ميوزك، و بيتهز بحركة البيبي، الماتل اللي تحت ده بيتهز بحركة البيبي، وليه مستويين بيتعمل سرير او كرسي هزاز، بان الماتل اللي تحت ده بنحركه فبيعمل مستويين، في منه بيبقى لونين، الاي بيبي في منه اللون الازرق ده وفي منه اللون الروز، عليه خصم الباونسرز لغاية سن 3 سنين 695 جنيه، بيتباع هو و1200 جنيه في المحلات والصيدليات، هو بالظبط ونفس الماركة ونفس كله، نفس الماركة ونفس كول ب1200 جنيه، عندنا في معرض لينا بيبي ستور ب695 جنيه، ماركة اي بيبي. اوكي، بعد كده نيجي للباونسر الماستيلا 5 في 1، طبعا مشهور جدا لان هو في كذا ميزة، بيستخدم 5 حاجات في منتج واحد، فبيغنيك انك انت تشتري حاجات كتير، بيستخدم كسرير للبيبي في وقت النوم، وبيستخدم زي كرسي هزاز والبيبي نايم، وبيستخدم ككاريكوت انك انتي تخرجي بيه وتتحركي بيه وتشيليه، وبيستخدم ككرسي العاب للبيبي بألعاب برضو وميوزك وفي فايبريشن، وبيستخدم كرسي للكبار وفي بقى ميوزك وفايبريشن برضو نفس الموضوع، وفي كذا مستوى من المستويات، وظهر الكرسي نفسه بيتحرك كذا مستوى من المستويات، فممتاز جدا جدا برضو، بيتباع في المحلات ب2000 وب2100 جنيه و2200 جنيه، عندنا عليه خصم 1750. الحاجة اللي بعد كده بقى السوينج اللي بالكهرباء، طبعا اكيد يعني الامهات واللي درست ودخلت في الموضوع عارفة مواضيع الباونسرز والسوينج دي قد ايه بتريح الام وقد ايه بتريح البيبي. هي السوينج دي بقى ايه اختلافها عن الباونسر، عشان بتسأل كتير في السؤال ده. السوينج بتشتغل بالكهرباء، ان هي بتتوصل بالكهرباء وبتشتغل انها تتهز اوتوماتيك رايح جاي رايح جاي. اوكي، فيها كذا بقى مستوى من الفايبريشنز، بيبقى هنا اهو من الجنب ازرار التحكم فيها كلها، فيها ازرار التحكم في الفايبريشن ليه كذا قوة او سرعة، وازرار التحكم في الميوزك وفي الكرسي نفسه بقى، الكرسي نفسه كمان مستويات، وزي ما انتوا شايفين برضو ميوزك وفايبريشن، وبيبقى فيها بار الالعاب ده برضو بيتفك ويتركب، وسهلة التطبيق والتخزين، وهي مناسبة من أول يوم ولادة لغاية سن 2 سنين. ماركة ماستيلا طبعا غنية عن التعريف، وماركة فيشر برايس، ماركة اي بيبي، كل الماركات عندنا في المعرض أشهر ماركات، وبقل الأسعار زي ما قلتلكوا، دي بتتباع ب2200 وب2500 في الصيدليات وفي المحلات، احنا عندنا عليها خصم 1750. هتقولولي غالية، هي سعر المنتج كده، لان هو منتج فيه كل حاجة، وطبعا
يعني في خامات في التصنيع وفي اسلاك وفي وصلات وفي يعني هيصة. فهو المنتج غالي لان هو فيه اوبشنز وحاجات كتيرة معمولة، فهو اصلا المنتج يعني ده سعره، ده قيمة المنتج. منتج فيه كل الاوبشنز وفيه كل الوصلات وفيه احسن الماتيريالز وفيه الراحة بتاعة البيبي والماتيريالز الممتازة وميوزك وفايبريشن وكهرباء، فلازم اكيد هيبقى سعره عالي. هو بقى بيتباع في المحلات وفي الصيدليات ب 2200 و 2500 جنيه، احنا عندنا ب 1750 في معرض لينا بيبي ستور. وطبعا احنا بنشحن كل المحافظات. رقمنا 012 700 6001، و البيج بتاعتنا لينا بيبي ستور ايجيبت، وكل الديتيلز بقى بقولها في كل الفيديوهات. يا رب الفيديو النهارده يعجبكم ويكون عجبكم. ما تنسوش بقى تدوسوا لايك وقولوا لي عايزيني اعمل لكم فيديوهات ايه تاني. انا يعني هبتدي بقى كل واحده كل شويه اعمل لكم برده واحده واحده عن فيديوز عن البرودكتس بتيجي المعرض، فيديو عن الاسترولرز وفيديو عن الكار سيتس وفيديو عن الشايلات، فيديو عن الشنط، فيديو عن طبعا انتوا عارفين ان احنا الموزع الحصري والرسمي لبراند لوك كوين، عندنا الجيل الرابع والخامس وعامل عليهم فيديوهات ريفيوز، كمان الصغيرة اللي هتحتاجيها للبيبي بتاعك، وفيديوز عن مستلزمات الاستحمام واسعارها الحلوة اللي عندنا، والشخاليل السوفت اللي جات جديد المعرض. شوفوا قد ايه حلوة، وكمان في اخرها عضاضة. وفيديوز عن الألعاب وفيديوز عن كراسي الأكل، فيديوز عن الألعاب المهمة لطفلك وفيديو عن كراسي الأكل، مستلزمات الاستحمام، أحدث الحاجات، سواتر الرضاعة والمخدات ومشمعات الغيار، والسوادل طبعا السواد الاساسي. عامله عليها فيديو الحمد لله عجب الناس كلها وعرفوا قد ايه اهميه السواد. منتجات سانوسان كلها وسودو كريم، بس هو لسه خالص وهيجي لنا ان شاء الله بكره او بعد بكره. بيبرونات ماركه شيكو وعليها هديه تتينا ماركه شيكو، اطقم المواليد واطقم السبوع واطقم المستشفى، اطقم العناية شيكو بكل الاطقم، اسعار بتبتدي من 55 جنيه، 95 جنيه، 255 حسب موديل طقم العناية، الترمس والالكحول، مستلزمات تعليم البوتي كلها، الغيارات الداخلية بقى واطقم المستشفى، مقسم الطعام ووصلة السلوبات ومشمعات الغيار بانواعها كلها، كل انواع البافيتات اللي تتخيلوها بأسعار يعني 29، 35، 39، الليف، الشاوركابات، وردات الاستحمام، اسفنجة الاستحمام، البانيو، كرسي الاستحمام، كرسي الاستحمام التاني الجديد الخطير الكبير ده، لبس البيبي براندز اتش اند ام وغيرهم، وطبعا بقى عربيات البيبي والسراير بأنواعها، الخشب والمتبطنة والمشايات والسترولرز وفرش السرير، الملايات والجوانب وملاهي السرير كمان، وملاهي السرير كمان واللي بتتركب على السرير والسترولر والكار سيت، مخدة حماية راس الطفل. السترولرز عندنا اكتر من 45 موديل سترولر واكتر من 7 موديلات للكار سيتس وكفر الكار سيت، اكتر من 45 موديل سترولر بألوانهم. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك واشتركوا في القناه. انا بعمل ريفيوز بقى مش على بس حاجات البيبيز والامهات، على المطاعم وعلى القرى السياحيه وعلى الاكلات وعلى البرودكتس اللي مهمه ليكي كأم وكبنوتة، كل حاجة واي حاجة اكتبولي في الكومنتس.
لو عجبكم الفيديو او لو حابين اعمل لكم فيديوهات اكتر واكتر. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. باي باي.